حبيبي مصطفى خلي هنا هنا خليه يلا انت راسي بابا يعني رسالة إلى شعبنا العراقي إلى المحبين اللي سألوا عن صحة ليث الدليمي إلى الأصدقاء إلى أهالي بغداد الحبيبة كل عراقي غيور وشريف راسلنا واتصل علينا وسأل علينا وما قدر إنه يحصل رقمنا ويسأل الأخوان اللي صفحتنا الرسمية سألوا وناقشوا وناشدوا انه يوصلون اصواتهم سواء في موضوع الاطمئنان على صحتنا او ما يخص قضاياهم واحتياجاتهم. نطمئنهم احنا وضعنا الصحي جيد، امورنا بخير، موجود يعني في الحجر المنزلي في بيتي انا وعائلتي كامل وتمام صحتنا وعافيتنا الحمد لله. صارت عندنا حاله الوالده تمرضت وبما انه احنا ملامسين حجرنا حالنا من واقع المسؤولية تجاه شعبنا وجماهيرنا والتزام بالنظام الصحي. إصابة الوالدة كان عندها مرض قلب، بعد ما وديتها المستشفى الصحي مدير المستشفى قال لي تشيك فيروس كورونا احتمال يكون هذا السبب. لما رحنا تشيكنا لقينا فعلا انه الموضوع بفيروس كورونا. مباشرة اتخذت اجراء سريع، حجرت مكاتبي وعائلتي وحماياتي وكلها حجرتهم في بيوتهم في مكاتبنا في كذا الى ان تاكدت حمايات سليمين مكاتبنا سليمه. بما ان عائلتي ملامسه راسا اني حجرت عائلتي والحمد لله والشكر والنتيجه انه بسلامات كنا وبخير وصحه طيبه والحمد لله. لكن امنا على نفسنا ما كنا سبب في اذيه الاخرين. صحتنا طيبه، اشكر كل اللي سالوا اطمئنهم واحنا انا وعائلتي بخير موجودين ببيتنا في بغداد. حرصا مني والتزاما مني بقوانين وزاره الصحه حجرت العائله، حمايتي ما بيهم شيء، هذا الكلام كذب. مكتبي ما بيه شيء بفضل الله. اخواني ما بيهم شيء، هم اصلا مو هنا، جمع عوائلهم باربيل قبل العيد راحوا لانه اشهر هم ما زايرين بيوتهم وعوائلهم. رسالتي ومحبتي ودعائي إلى شعبنا العراقي أن الله يعديه هاي الأزمة وعموم الأزمات، أن يعيش هذا البلد وهذا الشعب كرامة وعز ويعيش مرفه ويعيش سعيد. واجبنا كدولة، واجبنا كحكومة، واجبنا كبرلمان، واجب علينا جميعا أن نوحد الجهود حتى نخفف عن هذا الشعب. ورسالة من هذا المكان الى وزارة المالية، وزارة التربية، رئاسة الوزراء، وانا يعني معتكف في منزلي او محجور في بيتي وردتني عديد وهواية طلبات من الناس وخصوصا من موظفي وزارة التربية اللي لحد الان رواتبهم ما اطلقت. نتمنى انه هاي الشريحة تنصفوها وتعطوهم رواتبهم، 5 اشهر صار لهم من تعينوا لحد الان ما استلموا، وهاي حقوق هذا الشريحة واجب علينا أن نعطيها. كذلك يعني موظفي وعقود وزارة الكهرباء، كذلك يعني أكو يعني طلبات تخص الدراسات العليا، طلاب الدراسات العليا تبهذلت أحوالهم. نتمنى نظرة من وزير التعليم العالي أن ينطي حالة استثنائية لهذا العام لهم، إنصافهم، سماع شكاواهم، شرائح المعتقلين المساكين اللي حاليا في السجون. نتمنى أن الدولة تعجل بإجراءاتها لإنقاذ حالهم، وأولا من كإجراء سريع فتح الاتصال مع عوائلهم، وإجراء سريع آخر أنه نعجل قانون العفو العام وإنصاف هاي الأبرياء وإخراجهم لأهاليهم وذويهم. النازحين واجب الدولة أن ترعاهم وترجعهم لأهلهم. شفتوا انتم مرارة السجن رغم انتم بعوائلكم، رغم انه انتم يا شعبنا يا مسؤوليننا، انتم بعوائلكم وقاعدين بنص ناسكم وحريتكم داخل بيتكم مفتوحة لكن مقيدين من الخروج للشارع. وشفتوا الكبت اللي عشتوه، ايش حال الناس اللي مكبوتة وهي مظلومة ومجبرة داخل سجون قاهرة. لذلك من مبدأ الاتعاظ نتمنى على الجميع أن يشارك، أن يساهم
في إطلاق حملة إخراج الأبرياء. الأبرياء لا ندافع عن قاتل ومجرم، لكن نسبة الأبرياء العالية واجب علينا أن ندافع عنهم، كذلك نسبة المغيبين والمهجرين والنازحين، نسبة العالقين بالدول من العراقيين اللي ما لهم لا حول ولا قوة، واجب سفاراتنا أن تحتضنهم أكثر. بعض السفارات أدت ما عليها ومشكورة، وسفارات أخرى تلكأت. وزارة الخارجية عليها أن تدعم سفاراتنا حتى تقدر تساعدهم وتساعد كل عراقي بالخارج أن يأخذ حقه من هذا البلد. حياكم الله، وأشكر الجميع، وأشكر كل من اتصل وسأل من إخواننا النواب السياسيين، وقبلهم أشكر كل شعبنا اللي ومواطنينا اللي نزلوا أدعية واتصالاتهم مستمرة للاطمئنان على صحتنا. احنا بخير، الله يحفظكم.